شوربة بالمعدنوس. لتحضير هاد الشوربة غادي نحتاجو المكونات التالية: باقة ديال المعدنوس، حبة واحدة ديال البطاطا، حبة واحدة ديال البواغو أو لا البرو، بصيلة واحدة صغيرة، قليل من الملح والإبزار. غادي نمرو للطريقة. في طنجرة غادي نوضعو البصل اللي غادي نكونو قطعناه رقيق وشحرناه مع القليل من الزيت. غادي نضيفو المعدنوس اللي نظفناه وقطعناه جيدا رقيق. غنضيفو شرائح ديال البطاطا والبواغو، ثم غنضيفو دامة البنة. غادي نضيفو القليل من الإبزار والملح، وغنضيفو الماء ونخليو كل شيء كيطيب فوق عافية مهيلة لمدة نصف ساعة. ثم من بعد غادي نضيفو مكعبات ديال الجبن، ثم غنوضعو كل هاد المواد في خلاط كهربائي. غادي نطحنوه جيدا وغادي نقدمو شوربة ديالنا دافية مزوقة بقليل من المعدنوس مقطع خضر. وبالصحة والراحة.